مؤامرات تحاك داخل الباص. هات نشوف ايش يساوي الشباب. ايش في مؤامرات تحاك؟ يا هلا. مؤامرات تحاك في العتمة. الكنافة يا سيدي. يا سيدي على الكنافة. في ضغط غراضني ناخذها؟ لا هيك. يلا. ابريق وين؟ اه هذا وين؟ هي صحون معي. يلا سيدي يلا. يعني اللي اذا غبت انا مش حدا ياكل. ايوه. قربونا حبابينا. هجرتونا وهجرتنا بعوى العين. الله بلش يسهل يذبح حاله. I am Will Smith from Jordan. I am Jordanian, but you know my concept it's American. My grandfather. هذا زي شغل فيلم روكي. هذا روكي من. سلام للناس الفخمة. إذا ظهر لك هذا الفيديو أنت ما بتتابع الصفحة سوف تزداد فخامتك، وإذا تابعت الصفحة سوف تصبح سوبر فخم. رحلتنا بدأت قبل في يوم، حيث ذهبنا أنا وصديقي الصدوق المهندس طارق النوايسة شوبينج. السلام عليكم. اشترينا جرابات. طبعا انتوا جاي فكرتونا راح نروح نعمل شوبينج في التاج مول صح؟ لا احنا مش في التاج مول، احنا في محلات متفرقه في كل مكان في الاردن. بس والله عندهم شغلات يا اخوان كثير حلوه. ها ايش في بيست ديلز؟ مروح فاحنا طالعين شوبينج الان. انا وطارق تكرم وتبرع في وقته عشان نجيب هايكينج شو عشان رحله. هو مش اطول مني والله. هيك انت تصير اطول. أيوة. مني. احنا ما رحنا نتسوق من التاج مول، رحنا على محل تصفية. يعني انا ما احكم على الناس اللي يحب يشتري من اي مول وبيحب يلبس براند وموديلات السنة، كل احترام له، ما بحكم على حد. بس يعني مو مكان طلبي، يعني بقدر اشتري بوت جديد بس انا ما بدي بوت جديد. يعني عادي حتى كان معي مثلا مليار ما بشوف الموضوع بيستاهل. يعني بعدين اخوان بوت مستعمل بكون في حد يعني ملين لك اياه وجاهز، بكون كثير مريح. لا تحكم علي وانا ما بحكم على حد. نادي الروتري وطارق عبر علاقاته استطاع انه يدبر لي حذاء خاص للمغامرات والهايكينج نوع ميرل. انا بضل احكي عنه مارلين، مش عارف ليش ايش سبب الخربطه. بجوز بالي برحلات الصيد سمك المارلين، والله ما داري. الله يعزكم خليني اورجيكم اياه. إشي يا أخوان متعوب عليه جد، يعني R&D بحث وتطوير بكل تفاصيله، متعوب عليه البوت وقياسه بالضبط. قصة القطاعة والزنوبة بحكي لكم عنها في آخر الفيديو. لقينا بورد شورتس كثير حلوين، أنا لو عارف أخذت اللي نزلت فيه بالبطولة من هون. أنا شفتوا هاي القاعدة إذا يجي على إيدك هيك. إحنا المهم إنه ما لقينا بوت. حسسنا لقينا جربات حلوين. حلوين جربات، وبرضه كمان جزء من الموضوع لازم يكون. ترى في قماشات تلاقي شغلات لقطة. شوف هذا الأحمر لطيف، هذا قماشته حلوة مميز. في هذولاك المايكل ورجوني إياهم السب الأول. ما في في احسن، في احسن عندما تلاقي احسن. اسمع هاي كمان انت بدك شورتك هيك يعني؟ والله هم حلوات البورد شورت، بس اسمع خلص نجيهم ليوم هيك رحله خاصه. اسمحوا لي اوجه شكر خاص
للأصدقاء يزيد منصور وأحمد علي إنهم قبلوا إنهم يظهروا شارط كبار معجبي الصفحة. ممتن لكم يا إخوان. شو سايد؟ شو لقيت؟ عند الأرمل يا معلم. أوه إيش رأيك فيها؟ لا لطيفة لطيفة. البسها البسها. مسموح نغيرها؟ عادي؟ قلل بس 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 والله مريحة يا معلم. لا لطيفة يا معلم. مريحة واسعة هيك تايت تايت تايت. لا مش تايت طلع لف منها. لف اوه لا كويسة هاي شغل هايك. حلوة للهيكات شكلها انها مريحة. والله في شغلات سادة معلم. سادة سادة بس من ورا زي تبعت اعتصامات النقابات. هيك الحمراء هاي سادة. زي ما انت قلت فعلا. لا المحل الاول احلى اللي عنده بس ما فيش سيلكشن. هاي فخمة معلم طلع. في شغلات حلوة. شوف السكن اللي هنا. باخذ هاي. ايش رايك؟ حلوة. مميزة. شوف من ورا كيف. البسها جربها. البسها. بس معلم اعطيني نظرة الصقر. بس. والله معلم مرتبة. هات انا البس كمان طاقيتي الجديدة. انا عرفتها. فيها كرتون من جوا اذا. بس تصيح الكرتون يعني. فيها كرتون. لطيف. كيف طواقينا الجداد؟ ما شاء فاخر الاخر. هاي منيحه للهايكينج صح؟ يعني انا في عندي شيء ثاني احلى شوي بجي دائري مسكر. على وشك الباور بانك ادرس الفائق الفخامه. هذا اخواني اللوز. أفضل طريقة توزين اللوز إنه تحط الكيس أو العبوة نفسها على الميزان تأخذ منها بتصير التراء اللي بدك إياها في الناقص. هاي مثلاً 9 أنا بدي 12 مثلاً. هاي 12. هذا الشيكر أوريدي فيه 12 زبدة جوز هند. ناخذ كمان 12 عشان الوجبة الثانية. يعني يا بتصفره يا تخليه يوصل لل 24 يوم 12 زائد 12. شوف لازم الدقة في الموضوع. خلص يلا نروح. اعمل نفس الشغلة بالجوز. المهم بدي أضيف قرفة من هاي النوعية بعض الشركة كويسة. بدي أضيف بوتاسيوم اللي قلت لكم عليه. وهيك بتكون الوجبات جاهزة. يعني الشباب بدهم يفطروا وفي سحور. أنا هاي معي وجبتين. وهيك أضفنا البروتين والشكرات الوحداتية جاهزة. أنا يا إخوان ما بحضر تلفزيون صار لي سنين والصراحة بنصح أي حد إنه يبطل هاي العادة السيئة لأني بكره الدراما وما بحب الدراما. فبدي أعتذر لكم يا إخوان إني أنا نفسي I created a drama. عملت دراما بشغلة أجرح الذي لا يشفى. وحقيقة الموضوع طلعت في شظية خشب مغروسة في الزنوبة مش مبينة
كل ما أدعس ببرز راسها بمزع الجلد، فمحلات جروحه هو طيب. فهي الشغلة كانت مش الدراما اللي سويت لكم إياها، واقبلوا اعتذاري. فإخوان أنا أعتذر عن الدراما اللي سببت لكم فيها الجروح الذي لا يشفى. والحقيقة والله يعزكم، يعني أنا مش قصدي أورجيكم زنوبة، بس عشان تصيروا تنتبهوا إذا صار معكم زي ما صار معي في جروح مش راضي يشفى. اكتشفت لكم يا إخوان إنه في شغلة قاعدة تجرحني، هي كل ما أدعس على الزنوبة تبرز منها. فإذا ظل تمزع الجلد محلاني وأنا متعافي من هذا الجروح. فخلينا نحاول نشوف إيش هي هاي الشغلة. مش عارف من الجهة الثانية مش مبين إشي. أجرب من هاي الجهة نشوف إيش الشغلة اللي كانت تظل تمزعني. جد مش قادر أميز إيش هي. أجرب أتفش على الجهة الثانية. شكرا والله يا أخوان، زي خشبة، زي قطعة خشبة. شكرا زي قطعة خشب. بجوز زرادية كان أفضل من قطاعة، كنا سحبناها على السريع. قطعة خشب كانت مغروسة بالزنوبة، وهي اللي كانت تظل تمزع لي الجلد، وهي عليها بواقي دم. يلا معلش. وهيك نصل لنهاية الجزء الأول من هذا الفيديو. تحياتي لإلكم ومع السلامة. هندسة العضلات. لو سمحت هاي بدها فيديو سلو موشن. اسمع خلي الكف الثاني يا ورا. اعطيني الكف الثاني وين؟ ما تقدر تقلب الكف الثاني. الكف الثاني لو مو لو مو الثاني. الكف الثاني قبل ما تنحرق عشان